السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا النهارده هعلمكم ازاي تعملوا مضخة مياه بسرنجة وماتور وبطارية. تمام، احنا اول حاجة هنحتاجها سرنجة تكون بأي حجم انتوا عايزينه، بس يعني انا فضلت الحجم ده هيكون مناسب ان يدخل فيه الماتور وفي نفس الوقت مش هيكون واسع قوي. هنقوم جايبين السرنجة زي ما انتوا شايفين كده ونقطعها من عند 10 سنتي، او لو انتوا حابين تكون اطول شوية ممكن تقطعوها من عند 15. تمام، وهتجيبوا اللي هي اللي بتبقى جوه السرنجة دي وهتقوموا قاطعين الحتة الدورية دي وتقوموا قاطعين كمان من هنا على حسب الطول اللي انتوا عايزين، وهتخرموها وتحطوها في سن الماتور من هنا كده. بعديها تركبوا الماتور جوه السرنجة دي على حسب ما انتوا بقى مقصين، وهتخرموا من الجنب خرم وتحطوا فيه غطا السرنجة، ومن فوق هتشيلوا الخرم ده برضو وهتحطوا فيه غطا السرنجة. تمام، هعمل كل اللي انا قلتلكم عليه ده وهرجع اوريه لكم. تمام كده، بعد اما انا عملت كل اللي انا قلتلكم عليه وحطيته في المية وكده بقى عملنا مضخة باسهل المكونات في البيت. كان معاكم الطالبة رادة محمد محمد، اتمنى تكونوا استفدتم.